بطل بطل تقدر ترى تصنع أمل مهما جرى أنت بطل أنت رياضي اصنع اصنع بطولة كل مستحيلك لازم لازم تطولة فهد محمد العجمي عمري 8 ألعب الهوكي من كان عمري 4 سنين اسمي حمد سالم محمد فهد العجمي عمري 9 سنوات ألعب لعبة الهوكي من عمري 3 أنا قبل كنت دفاع بس الحين صرت سنتر أنا أبوي حفزني ألعب الهوكي وشفت الهوكي أبوي يعني وراني المباراة واستأنست يعني أقبل ودي يعني أصير نفسهم أكبر وأشوت أقبل وشاركنا ببطولات وفزنا بكاس واستأنسنا حيل أنا لاعب سنتر لعبة الهوكي جماعية مو فردية نعطي باصات ما أحب أقول يعني أنا ما أحب أفرح نفسي أقول أحب أفرح يعني عيال عمي أعطيهم باص يقولون أخليهم يستانسون ما في شيء صعب بالحياة يعني الهوكي ما في الألعاب كرة قدم أنت شلون قدرت تلعب هوكي كرة قدم مو المهم الفوز والخسارة إذا واحد زعلان ما حد يعطي الباص عادي أروح أعطيه باص أبوي وعمامي شجعوني ألعب لعبة الهوكي وتعلمتها وبس هذا البداية لما كان عمري أتوقع 6 كنت ألعب واستانس يعني لما أسرع أحس الأجواء حلوة وبرد يعني إذا حران أحب يعني أسرع نصير برد وناسة يعني أغير الجو والشي الحلو فيها في حراسين ودفاع ووينج وسنتر يعني اللعبة جماعية يعني أشرح لكم الوينج يوقف يمين يسار السنتر بالنص الدفاع ورا فيعني اللي بالسنتر يعطي اليمين واللي بالسنتر يعطي اليمين واليمين يعطي سنتر والسنتر يعطي اليسار واليسار يعطي اليمين ويشوت يزلجون وباصات أقول لهم تعالوا العبوا ترى مجاني حق الكويتيين احنا شعب واحد وبيد واحدة وتقدرون تشاركون بيوم اذا الفريق اللي ضدنا مو مستانس عادي نروح نستانس معاه نحفزه شد اقوى واقوى وكذي يعني نحب كل الناس فرحانين مو بس احنا فرحانين كل الناس عندنا مدربين وايد يدربونهم دائما ما يصيرون كبار ويشاركون معنا ببطولات ونفرح لما نقول أنا قبل أتوقع شهر أو شهرين أبوي وأبو ولد عمي كانوا عند القولوكة ما حد عندهم هم الاثنين كانوا ببطولة ولا يعطون بعض باص ولا عمي يعني خلاص شوية ويدشون الجول ولا عمي يعطي أبوي باص ولا أبوي يشوتها بالتسعين أبوي هذاك اليوم كله 90 ما أدري ليش لأن إحنا شاركنا بطولات بنفس الوقت ومع بعض فإحنا عندنا ميداليات وكؤوس الكؤوس أتوقع 3 بس أصير مهندس معماري نفس أبوي
من الصلاة أبي أصير نفسي يعني مهندس، يعني أبني بيوت. اسمي خالد، ألعب لعبة الهوكي، عمري 9 سنين. أنا حمد أحمد العجمي، عمري 9 سنين، ألعب هوكي الجليد. اسمي عبد الله فهيد العجمي، وألعب هوكي حق 5 سنين، وعمري 9. أبوي هو كان يبني مع المباريات، فحبيت اللعبة وحبيت إني أشترك فيها فدخلت فيها. أبوي قال لي إن تعال جربها، فجيت جربتها وعجبتني، بس ما تعلمت بسرعة، شهر شهرين تعلم الهوكي عشان في لعب هناك كله دراسة وكذي، وراح نمل هذه اللعبة ما نمل فيها. أبوي وداني النادي كله يوديني وتدربت معهم. كنت ذيك المرة كان قبل سنشر كان المدرب يوديني دفاع وينج ليفت وينج رايت. نحب نكون مع بعض، ولازم لما نهجم نحب يعني كلنا يم بعض عشان نلعب باصات. شعوري باللعب أفرح حق كلها فوز وخسارة، هم لو خسرت أفرح. فرحان إن معاي عيال عمامي وكلنا بيد واحدة باصات باصات. مرات نقول كجماعي. متعود على أولاد عمي، وإذا مع ناس ما أعرف أقول معهم، إذا مع أولاد عمي أعرف شان أقول معهم. كلنا نفسي الصراع، ما في واحد. صراع واحد أخوي. 3 6 6 4 3 6 6 4 والله 6 4 3 6 6 4 3 6 والله 6 4 لا تحلف. قلت لا يحلفون، قاعد يحلفون. الشخص اللي أبي يصير نفسه هو فهد أخوي، علشان هو يعلمني شلون ألعب باصات صح. لما يعني ولد عمي يركض يعلمني أعطيه باص وهو يركض على الستيكة بالضبط. الشخص اللي أنا أبي يصير نفسه هو فهد. ليش؟ لأن أنا متعود عليه ويعطينا باصات وكلنا نقوم يعني. خالد لأن علمني حركات وأشوت حيل وأرفع. أنا لما أكبر بصير جيش عشان أساعد بلدي بالجيش. أبي أصير نفس عمي. أنا لما أصير كبير راح أصير دكتور عشان أساعد الناس. الشيء اللي ضحك صار لي وأنا ألعب إن كل ساعة أخوي لما ألعب لبص ما يأخذ الباك، يدوس على الباك ويطيح. أنا الغصة اللي صارت لي أفرح أكثر شيء فرحني لما فزنا وخذينا الكاس ضد البنات. ما أدري. معاكم لاعب المنتخب سالم العجمي منتخب الهوكي. أول شيء أشكركم على الاستضافة وعلى العمل اللي قاعد تقومون فيه بشهار رياضة حق الأطفال. إحنا بدايتنا وبداية مع الأشبال الصغار، إحنا 5 أخوان لاعبين هوكي، اللي هو رئيس نادي الألعاب الشتوية حاليا فهد العجمي، وكابتن المنتخب محمد العجمي، وأنا أخوكم سالم العجمي مساعد كابتن المنتخب، ومشعل العجمي وأحمد العجمي. وهذيل عيالنا شايوني كانوا يحضرون معنا مباريات وهم صغار، وحبوا اللعبة واستمروا فيها ودشوا مدرسة الهوكي، والحمد لله الله وفقهم. أخونا الكبير فهد العجمي اللي حاليا رئيس نادي الألعاب الشتوية من قبل الغزو الغاشم على الكويت قبل سنة 1987 كان يروح الصالة اللي بالديرة وكان يلعب هوكي هناك، فخذانا كلنا معه، فتعودنا وحبينا اللعبة وقمنا دائما نروح نلعب هوكي لين استمرينا
صار لنا نادي بال 2007 نادي رسمي، نادي الألعاب الشتوية الكويتي برئاسة فهيد العجمي. حاولنا أول شيء كان الاعتماد يعني على اللاعبين نفسهم، بعدين ساعدونا هيئة شباب الرياضة واللجنة الأولمبية، طبعا مساعدة رئيس نادي الألعاب الشتوية الحالي فهيد العجمي بجهوده، صار لنا نادي معترف فيه بال 2007 والحمد لله كملنا وحاليا مكملين، وأسسنا نادي يعني بفضل الله اللي هو نادي الألعاب الشتوية اللي موجود ببيان. حاليا نادي متكامل، مقاسات دولية، ملعب يضم لعبة الهوكي ولعبة الفيجر سكيت، وهو نادي الألعاب الشتوية يضم تحت مظلته خمس لعبات، مو الفيجر والهوكي، هو الفيجر والهوكي والسكي والسبيد والكيرلينج، الرخامة اللي يدزونها وبس. والحمد لله الله وفقنا وخذينا آخر بطولة لنا قبل الكورونا اللي بشهر 2 بطولة الخليج، خذاها الكويت، خذ الكاس. احنا الحمد لله يعني عندنا نادي الألعاب الشتوية عندنا مدرستين فعالين لحد وقتنا هذا يعني، وفيهم مدربين. مثلا عندنا مدرسة الهوكي اللي تضم الشباب الصغار من سن 5 سنين لغاية 15 سنة، عندهم مدرب صربي طور من اللاعبين كلهم وحسن المهارات اللي عندهم، هذا حق بالنسبة حق الهوكي. طبعا الفقه الهوكي مشتركة، المدرسة هذه صبيان وبنات لين يعدي العمر 15 سنة ينفصلون في فريق كبار حق الهوكي حق البنات وفريق الناشئين للصبيان، كل واحد يروح الجهة. أما الفيجر سكيت حق البنات خاصة من سن 5 سنين لغاية ما لا نهاية، يعني الكبار، في عندنا كبار بالعمر موجودين عندهم مدربة إيطالية شغالين وحياكم الله. شعور يعني لما يكون ولي الأمر ولده قدامه ويتدرب ويلعب باللعبة اللي هو يحبها يرتاح نفسيا أول شيء، يعني يرتاح إنه مأمن عليه إنه ما راح يصير له شيء، وإنه بمنشأة مسكرة يعني ما فيها خطورة عليه وتحت عينه. تعلمت إنه أطول بالي عليه وزيادة عن اللزوم، يعني على أساس هما دائما اللي هال يعني إذا حبوا اللعبة يحنون حتى بوقت الدراسة وقت الامتحانات، وده إنه يمارس اللعبة. ولعبة الهوكي هذه ما تقدرين تمارسينها، مو نفس القدم تأخذين كرة تروحين البحر تلعبين، تطلعين برة تلعبين أي مكان تلعبين بالكرة، إلا بالمنشأة نفسها. أنصحهم يعني اللي بالعمر هذه، طبعا احنا نشوف يعني الدول الأوروبية متقدمين باللعبة هذه لأن يمارسون اللعبة من يومهم صغار، من 3 سنين 4 سنين يمارسون اللعبة، لما يكونون كبار يكونون لاعبين يعني مميزين. فالحمد لله احنا ما دام متوفرة عندنا صالة وموجودة نادي الألعاب الشتوية، ممكن الصغار يوم من سن 3 سنين ولا 4 سنين ويستمرون ويصيرون أحسن من اللي بره. اسمي جوان العثمان، عمري 8 سنين، تريعثلون، سباحة ثاري وركض. بديت لما كنت 4، شفت أمي تسوي ثاري وركض والسباحة، قلت لها أبي أسوي نفسي، أبي أصير نفس أمي لأن شكلها وناسة شو اللي قاعد تسوي. أقول قبل المسابقة اجت سباتها بالفن. أنا طبعاً دشيت الرياضة مع أختي نجلة في 2010، وشفتها تطلع الفير تروح تسبح وبعدين قاري وترد وكذي، يعني كانت تسوي كذا أكتيفيتي باليوم الواحد، فجربت معاها نفس الرياضة اللي هي الترياثلون، وحسيت أنها نظمت وقتي، نظمت أكلي ونومتي، فحبيتها صراحة. وعقب مع الوقت صار عندي جوان، هي بنتي الأولى. طبعاً إحنا كنا نشارك بطولات خارج الكويت، وكانت كلها على طول معاي، تي معاي وتشوفني وتنطرني عند الفينش لاين، حتى كانت بالعربانة تقعد، يعني حتى كانت ما تمشي. ف
فيعني كانت وايد انتو الرياضه نفسها، حتى تشوف خالتها اللي هي نجا الجريوي هم هي بطلة تراياثلون، قلت خلنا دخلها بالرياضة مثلا من صغرتها، لأن قاعدة أشوف الناس اللي قاعد يسوون achievements وكذي وحققون بطولات عالمية كلهم بادين من صغرهم معها ربعها وقاعد يتمرنون معها، في يعني حماس وفي يعني منافسة، وسوت كذا بطولة بالكويت هني، حتى بطولتين بالكويت وحققت مركز الثاني. وخارج الكويت كلنا شاركنا الكلب نفسه بأبوظبي، هم عندنا ما شاء الله الأطفال اللي عندنا هم في ناس يعني يابوا مراكز وكذي، وهي يابت المركز الرابع صح جوان؟ الفيرست ستيب احنا أنا وأختي نجلة كنا بدينا لعبة تراياثلون ومعانا مجموعة من الشباب، سوينا سنتر حق التراياثلون، ياخذ طبعا كل الفئات العمريه، نبدي من عمر 6 سنين لماكو ليميت، تاخذ البيجنرز طبعا اللي مبتدئين، وتاخذ هم اللي هم البروفيشنال، عندنا مدربين متخصصين، والحين بناتي ماشين معنا بالاكاديمي نفسها. انا طبعا كل يوم خصصت لها ساعه اكتيفيتي، فهذه إيدر بايك عندهم ولا رن ولا سوم، ما أعطيها صراحة أكثر من هالساعة باليوم عشان ما أخليها حتى يعني تكش مثلا من اللعبة أو شيء كذي، بس أخليه إنه هو ترى هذا لايف ستايل، حالة حال المدرسة، حالة حال الدراسة وغيرها يعني من الأمور. فبهالطريقة يعني قدرت إني أخليها تحب الشيء، يعني ما حسيت إنه هو أوفر ولا كذي. من يفوز جوان؟ شكلها أنا تفوز. إيه وشعور وايد حلو الصراحة، يعني والله جوان I'm very proud صدق. تدرين ولا ما تدرين؟ أدري إيش الحمد لله. بالعكس شعور وايد حلو، ودي أشوفها أحسن مني بعد يعني، حتى أريد أنا أحسن منك. يا رب الثقة. الله يعطينا نص الثقة. إيه أفوز أمي تشتري لي شاي. فشنو أنتي كل مرة تأكل؟ إيه كل مرة أعطيتش فري سناك أنتي وأختك. أني أنهلتي. اللي أنهلتي. جرانولا. جرانولا. شوكلت. إيه شوكلت. فهذا أنهلتي، فأنتي تأكلينه، هذا ريورد حقك. وأحب هلتي، أحب بروكلي. ألعب باسكت بول بس يعني بروحي، مو ريس كذي. أخذ باسكت بول وأشتري وألعب بالبيت. منو بلش؟ أختي بلشت تراياثلون، لأن شافتني أسوق قاري بس قاعدة تحب السباحة أكثر مني، بعدين تعلمت تسبح، بعدين تعلمت تسوق قاري بروحها، بعدين دخلناها لأن كانت تحب هالأشياء، شاركت وكل مرة تقول حق أمي ما أبي أروح. تعرفين شنو أقول؟ أوكي. بابا أنا وايد تعبانة أسوي سكول. يا ويلك منك عتقزج يا ويلك. أسوي سكول. طف طف خلاص خلاص. قولي اسمي جنى، عمري 5، وألعب وأسوي سوين بايك رن. يلا واحد اثنين، بس لازم حيل. واحد اثنين ثلاثة. ألعب. اسمي جنى. اسمي جنى، وأنا أسوي أنا تراياثلون. أنا أسبح. أركض وأسوي قاري. بعد شنو؟ من يور ترينر. من هو كوتشيز يو؟ نجلة.